2 minutes would I gotta go. أخبار شغلكم إيه؟ الشغل تمام. أي حد اشتغل مع مدام موجة لازم يبقى مبسوط. تبقى لسه ما فهمتهاش. أنت تعرف اسمها الحقيقي؟ لا. لسه ما طلعتلهاش بطاقة. موجة الشايب. موجة ده اسم طلعوه عليها عشان بتتقلب زي الموجة، فبتقلب اللي معاها. وساعات بتغرقهم. على فكرة بعد اللي شفته بينكم دلوقتي أنا كان ممكن أضربك بالنار. مش هعمل كده. ولو كنت شفت أكتر من كده برضو ما كنتش هعمل كده. دي الحلاوة دي؟ هو في كده؟ أنا وموجة متجوزين بس كل واحد فينا له أصدقاء. وساعات كتير أصدقائها بيبقوا صحاب. بس اللي بيحصل هنا ما بيتحكيش بره. لا ما تقلقش. البيوت اسرار ما انا عارف. والسر ده لو اتحكى منك بره الموجه هتقلب عليك وهتغرقك. مش عايزك تقلق. اصلا صايع بحر. ما يتخافش عليه. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا في حلقة النهاردة. كان معاكم آية الحكيم ومازن نور. استنونا الحلقة اللي جاية. باي باي. آية بقولك ايه؟ ايه قولي؟ انا سألت في حوار الشقة اللي كلمتيني عنها. بجد؟ لقيتي حاجة؟ في واحدة تحفة صغيرة كده قريبة من هنا وإيجارها لطيف. لما نقسمه بينا مش هيبقى حاجة. طب خلاص خلصي مع صاحبها بسرعة. طب مش هديك بصي عليها؟ شوفي الوقت اللي انت عايزاه وانا معاكي. اوكي. مستر سامر. هاي. ازاي؟ هاي. ازاي حضرتك؟ اهلا. اي ازيك؟ كويس. شفت الحلقه؟ لا بصراحه ما ركزتش قوي، كنت في ميتنج. ليه؟ كان فيها حاجه ولا ايه؟ لا بس كنت عايزه اعرف رايك فيا. انت عارف رايك يهمني قد ايه. اذا كان كده يبقى هركز المره الجايه. معلش انا مضطر امشي. شكلك حلو قوي النهارده. باي. باي. شفت عمل فيا ايه؟ سابني يا شنى. بخارست سابني بعد ما حبيته. اختارها هي؟ لا هو ما اختارهاش، هي اللي اختارته وهو وافق. قال لي خليكي بعيد انت. فاهم اني كده هبعد عنه. بس ازاي؟ انا مش عايزه ابعد عنه. انا ما اقدرش ابعد عنه وهو عارف. انت زعلان عشان انا عارفه انك زعلان وانا كمان زعلانه. ما كنتش عايزه احب تاني عشان ما اتجرحش. ازاي سبت نفسي احبه كده؟ عايزة أوري لك حاجة. بص شفت دي قبل كده؟ لا صح؟ ياه كانت أحلى أيام عمري. كنت بحبك قوي ساعتها. على فكرة دي الصورة الوحيدة اللي عندي ليا أنا وأنت سوا، ما عنديش غيرها. عشان دي كانت آخر مرة أحس فيها إنك أبوي. أنا إزاي سبته يعمل فيا كده؟
ترجع لي كل حاجة حصلت في حياتي تاني قدام عينها. جرحت زي ما انت جرحتني. قولي اني هنسى. قولي اني هنسى انك جرحت تاني وهعرف اعيش. بتقول ايوه بس انا ملتزمه مع ناس تانيه غيرك في السوق. الزياده اللي انت بتطلبها معنى كده ان انا هقلل الكميه اللي عندي. وبكده ممكن ما يوصلوش للتارجت بتاعك. يعني اللي هكسبه منك هخسره من عندك. الناس اللي بتتكلم عليهم دول شغالين على قديمه. يعني مستنيين بضاعه منك، دولاب تحت السلم، وعبال بقى ما يفرقوا البضاعه بتاعتهم هفرق قدام مرتين وثلاثه، وفي نص المده كمان، هتعوزي ايه تاني؟ حيلك بس يا صاحبي، المدام عندها حق. ده سوق برضه مترستر من ياما، واحنا عشان حتى نفتح سكه جديده ونكسب بالزياده لازم نخلع من الناس الموجوده بالهداوه عشان ما يحصلش في السوق دروب. بقول لك يا صلاح، وانا غشيم ولا ايه؟ صاحبك عنده حق، السوق كده هيحصل له دروب ونخسر كل اللي كسبناه. غير ان انا محتاجه يومين عشان اشوف هدبر لك منين الزياده اللي انت عايزها. ده غير الناس اللي صلاح انطر انت دلوقتي ولا غيرك بعدين. ماشي يا ابو السيد، اوامرك. غلط اللي انت بتعمله. غلط ايه بيه في الشغلانه بتاعتنا دي؟ بنراضي الناس بتوعنا عشان ما يقلبوش عليك يا حبيبي. ما تخافيش، صلاح مش الراجل بتاعي، صلاح اخويا وعارف ان انا عايز مصلحته، بس هو قلبه بس خفيف حبتين. المهم خلينا في الموضوع. قلت في مصادر تانية، زي ايه يعني؟ معرفش زي ايه. خليني اسال الناس اللي فوق الاول، هيوافقوا على موضوع الزيادة اللي انت طالبها دي ولا لا؟ يومين وهرد عليك. تشيرز. ادخل؟ طبعا يا اخويا، اتفضل. تعال. ازيك يا حبوب؟ تمام. عامله ايه في الشغل؟ الحمد لله كويسه. والمرياه لسه عامله مشاكل ولا تمام؟ لا لا تمام، مفيش اي حاجه بينا دلوقتي، بالعكس دي بقالها فتره كويسه معايا قوي، بس انا بصراحه خلاص قربت افارقها. ايه ده؟ خلاص نويتي؟ هتروحي للصحافه ولا ايه؟ مش دراستي يا ابو خريست، وبعدين لقيت سكه اهو، ربنا يكرم كده وتكمل على خير. هتكمل ان شاء الله، انت كل ما بتتحطي في حاجه بتبقي قدها، اشكى ربنا يكرمك وهتتبسطي ان شاء الله. ان شاء الله. مش زي ناس راحوا سموا نفسهم آية مش عارفة إيه، بيستعروا من اسم جدالة، ماله جدالة؟ يا سلام، وماله آية الحكيم يعني؟ ما أنت اسمك سيد جدالة، والناس كلها بتقولك يا أبو خريست. بص البت ما ردت في ثانية على طول إزاي؟ ما هو الإعلام كده. اسمي علق مع الناس، مش أكتر، واللي في القلب في القلب بقى يا أخويا. ماشي يا أم قلب. بس أنا بقى مش هعمل كده، أنا هفضل رحاب جدالة زي ما أنا، لأن الواحد لما بيعمل حاجة كويسة ومحترمة، لازم يخلي أهله يفتخروا بيه. الصلاة على النبي يا حبوب، يا مكلف انت. الكتب برضو فرقت، العلام حلو برضو مش كده؟ طب بصوا بقى انتوا الاثنين، عشان انتوا احلى حاجه في عليك جدال، وانتوا الاثنين ربنا كرمكم وطلعتوا على وش الدنيا. انا عايزكم تخلي بالكم، عشان الدنيا دي زي ما بترسم الضحكه في ثانيه بتقلب وشها في ثانيه من غير ما تاخدوا بالكم. انت قلقان من حاجه يا ابو خريست؟ لا مش قلقان، انتوا ما تخافش عليكم، بس انا قلت اقول لكم على اللي جوايا يعني عشان تاخدوا بالكم. انا ما صدقتش ابوكي لما قال لي انك نزلتي تشتغلي في محل كامل. انا مش قلت شغل لا بطه. ما خلاص بقى يا احمد، هو احنا هنعيده؟ وبعدين ما انا اللي كنت قلت لك كنت رجيتك حتى ما كنتش هتوافق. تعمليها غصب عني. مفيش حاجه هتتعمل غصب عنك يا حبيبي. انت مش شايف المصاريف كترت عليا ازاي يا احمد؟ وعلاج ابويا بيسف الفلوس كلها، وانت لسه ما حطيتش رجلك في شغل. خلاص اتحلت ويبقى في فلوس ان شاء الله. ايه؟ خلاص جالك شغل في صيدليه جديده؟ لا لا، في صيدليه ولا غيره. بحكي لك بعدين. يلا هاتي حاجتك وتعالي. حاجتي؟ لا لا يا احمد ما ينفعش والله يا حبيبي، ما ينفعش خالص. هو اللي ما ينفعش ابطل؟ ما بقول لك اتحلت خلاص.
انت مش شايف الراجل سايب لي شغل ازاي؟ كل حاجه فوق راسي يا احمد والله، والراجل معتمد عليا في كل حاجه. وبعدين انا ماضي على نفسي كان بيلعب 10,000 جنيه. سيبني بس لغايه اخر الشهر هصفي معاه الحسابات وهاخد الفلوس والكمبياله وخلاص، هنفضها سيره. دي حكايتك يا بطل، ما بقتش فاهم انت عايز توصلي لايه بالظبط. انا مش عايزه غير رضاك يا حبيبي، واديك شايفه اهو المحل في وسط الحاره وجنب البيت، يعني كل ما تبص تشوفني هتشوفني. يلا بقى بطل الخنا وقول اه. طب ايه؟ احنا في المحل يا احمد، انت اتجننت ولا ايه؟ يلا يلا على البيت، يلا يلا هحصلك كمان شويه. هو ايه اللي مش هينفع؟ الدنيا مفتوحه على البحر كمان، والسوق عنده استعداد يبلع اي بضاعه مهما كان نوعها. نيجي احنا دلوقتي نربط محلك سر؟ الحكايه مش في ايدي لوحدي، وطالما الناس اللي فوق شايفين ان نزول بضاعه زياده للسوق وفي التوقيت ده هتخربه، يبقى مفيش بضاعه. لا مؤاخذه اللي قال كده حمار ورجله مش دايسه على الارض. اللي يعرف تخنيق السوق ده هو اللي عايش في وسطينا. اسمع الكلام، لو ما نزلناش بالبضاعه دلوقتي يبقى كل اللي عملناه ملوش عايز. اوعى تفتكر ان انا ضدك يا ابو خريست، بالعكس انا معاك، لكن الاوردر جاي من فوق. ازاي معايا وانت عايز تخسري كل اللي عملته؟ مش هينفع نعمل حاجه، مفيش حل. لا في، هشوف سكه تانيه غير اللي فوق. مفيش بضاعة بتخش مصر ولا حتى المنطقة غير عن طريقه. أعدي البحر، أشوف سكة تانية بعيد عن اللي في إيديهم. خطر، ولو تعرف إن أنا عملت حاجة زي دي أبقى بضحي بكل حاجة. ولو قلتلك ما تقلقيش، أنا اللي بتصدر في كل حاجة، أنت مالكيش دعوة. مش هينفع، مينفعش. لكن هساعدك، هديك كل الفلوس اللي ممكن تحتاجها، لكن اوعى تنسى يا حلو اني بغامر برقبتي لو الموضوع ده تعرف. وانا بقولك ما تخافيش طول ما انت معايا، ولو البضاعه في حجرهم على الحرام ما يعرفوا يفكوا برشام. قبل اي حاجه انا جاي اقول لك انا محقوق لك يابا وغلطان. اسال ايه؟ فاكر بقى دي انت هتاكلني بالشويتين دول؟ شوف اروح امك، هي كلمه ابرك من 10. حسك عينك يا صلاح، رجلك تهوب بيتي وانا مش موجود، عليا الطلاق بالثلاثه. لو رجلك هوبت ناحيه بيتي لكن قطعها. خلاص بقى يابا، بقول لك حقك انت ومراتك راكب كتافي ومدلدل كمان. انا بس اتخذت وهبت مني لما لقيتك كاتب الشقه لسات رامي باسم مراتك ايمان، ومن غير ما تقول لي كمان. ما اقول لك ليه؟ أقول لك ليه؟ من أساسه ملكي يا أخي، ملكي وأنا حر فيه أعمل فيه ما بدالي. بعدين ياك ياض فاكرني هصدق الحكاية بتاعت أمك ومطرح أمك دي؟ أنت أكتر واحد عارف يا صلاح إن أمك في أمان طول ما أنا عايش، إنما قلبك الأسود بقى ولا قالك تنزل عن الخايبة. قلت الواد الجديد ده هيقش الجمل بما حمل، وأنت هتطلع من المولد بلا موطي. بقى ياض يا وسخ يا زبالة، بتعاد أخوك قبل ما يجي؟ عادي؟ طب على الحرام أبدا يا بفهم بقى، والله العظيم ثلاثة أنا كنيت خلاص، ما بقتش حنان على الدنيا زي الأول. طب تصدق إن أنا فرحان بالواد ده ومستنيه أكتر منك؟ آه، ما تستغربش يابا، أنا عارف إن أنا خيبت أملك فيها من زمان، بس والله العظيم ثلاثة أنا غلبت. أحاول أرضيك وأشيل اسمك وأشرفك مش نافع، أعمل عبيط وأقول لك أهو ده اللي عندي برضه مش نافع. وبيني وبينك أنا لو عندي عيل أستخسر إنه يطلع زيي. لما إيمان حملت بقى أنا فرحت، قلت دي حاجه جت من عند ربنا، هيعوضه يا عم عن الخيبه اللي انا شفتها معاه، ولا اللي هو شافها معايا. وده من امتى بقى ان شاء الله؟ من امتى 50 العقل دول نطوا في دماغك؟ من دلوقتي ورايح يا صلاح. على فكره مفيش حد بيتولد خيبان، الواحد مننا هو اللي بيخيب روحه بروحه، حاجه انت بس على الواد وخد بالك منه، الاحسن يطلع شبهي. سلام يا سلطان.
الفرق بالنص. يا بنت هتعمل عليا مكسوفه؟ ده انا سيد. بعدين ده انا حلفت لك برحمه امك مش هكسر قلبك تاني. قولي بقى لو مش تكلمه مع سيد هتكلمه مع مين؟ قولي يلا مين؟ انت اللي قولي يا اخوي. بس انا مكسوفه شويه يعني. حاسه اني كبرت على الحاجات دي. كبرت على الحاجات دي؟ هو في حد بيكبر على الفرح؟ قولي ما تخافيش. قولي مين؟ ومقام السيده لو يا بنت بقى ما تقولي في ايه؟ هقعد اتحايل عليكي. قولي على طول مين. ها قولي مين؟ حماده. حماده مين؟ حماده. حماده الطيب. والنبي ده ابن حلال وريدني. ده انا من ساعه ما شبشبت له لما ساق عليا البت ميسه وهو عافف نفسه عن صنف الحل. عافف ايه يا نصر؟ ليه حماده الطيب؟ اخر صبرك يبقى واد زي ده؟ يا بنت ده انت تقعدي تحط رجل على رجل وتعززي وتختاري، ليه؟ ليه حماده الطيب؟ والنبي يا اخويا ما تقعد تقول لي غني وانت لسه في عز شبابك والكل يتمناكي. انا خلاص يا زين ما بقتش بطولي. يعني اللي عايزني وعايز اللي في قلبي لازم يبقى هيموت عليا. لا مش كفايه. انت في ألف واحد هيموت عليكي. يا بنت لو مش عايزاه ومش حاسه بحاجه نشوف غيره، بلاش حماده الطيب. بحبه. بتحبيه؟ طب ازاي؟ ومن امتى يا نصر؟ والنبي يا اخويا متصعبه عليا اكتر من كده. يا نهار اسود. حماد الطيب يا نصر. انا مش عارف اقول لك ايه. مش هقدر افتح بوقي عشان قلت لك ورحمه امك ما اكسر قلبك تاني. اللي تشوفيه يا نصر طالما راضيه بيه وعايزاه ربنا يسعدك يا ستي. الحياة دي كلها جديدة عليا. ما كنتش متخيلة ابدا ان انا اقف قدام الكاميرا وناس بالملايين يتفرجوا عليا. بس انا مبسوطة قوي. هي دي الحياة اللي انا كنت عايزاها من الاول. انت عايزة توصلي لايه بالظبط يا اي؟ عايزة ابقى اشهر مذيعة في مصر وادخل كارير التمثيل وابقى نجمة سينما. حاجات كتير يعني. بس الحاجات دي كلها عشان توصل لها في ستابس لازم تمشيها؟ ولا انت عندك سكة تانية؟ كل حاجة في الدنيا وليها اكتر من سكة. وانا بحب استخدم امكانياتي كلها عشان اوصل للي انا عايزاه. اللي هي ايه بقى؟ جمالك مثلا؟ وايه المشكله؟ مش حاجه ملكي يبقى ليه لا؟ بس لو جمال في بنات كتير قوي حلوين يمكن احلى مني كمان. ليه تزنقي نفسك في كورنر زي ده؟ انا عارفه انا فين كويس قوي ومش بقارن نفسي بحد. أنا بحب أعيش الحياة اللي على مقاسي. وأنت بقى شايفاني على مقاسك دلوقتي؟ متهيألي كده. أنت شايف إيه؟ أنا شايف إنك خفيفة ومش شايفة حجم نفسك كويس. أنا سامر السعد يا آية. يعني مش أي حد يوصل لي بسهولة. بس أنا مستعد. أنت أي حد يوصل لك بسهولة وأنا ما بحبش الحاجة السهلة. يمكن لو كنت غير كده كنت فكرت. بس أنا ما بجيش بضحكة حلوة في الكوريدور ولا كلمتين. أنا بحب أتعب عشان أوصل للي أنا عايزه. دماغي كده يعني. وافقت خلاص بقيت جد يعني. على عيني. بس المرة دي مش قادر افتح بقي وما وافقش. المصيبة اللي هي اللي عايزاها. حمادة الطيب يا نهار اسود. حمادة الطيب طول عمره تعبان بس مش يمكن لو دخل بيتك يبقى في عبك وتأمن شره. اه ده اللي انت فالح فيه. شغال من طيباتي والسلام يا عم. نقطنا بقى بسكاتك. الله. هو انا ابقى في صفك مش عاجب؟ امشي خلافك مش عاجب؟ يا سيد هو لا كده نافع ولا كده شافع؟ بقول لك يا عم انت فكك بقى من العك ده كله واسمع مني الكلمتين اللي جايين دول. قول يا سيد. احنا نسافر بره تاني. هنقضي مصلحه البوريكي ونرجع على طول. سفر ايه؟ سفر يا سيد؟ انت دماغك ونونت ولا انت نسيت؟ لا ما نسيتش وعارف ان الدنيا كانت مقلوبه علينا هناك. بس هو طمني وقال لي الراجل مسافر مش راجع دلوقتي. الولايه قالت لك ايه يا سيد؟ مش قالت لك البضاعه كفايه اللي معاك والسوق بقى مترسته؟ ايه لازمه الدهوله؟ لازمته انه عايز اكبر يا جدع. مش هفضل طول عمر رقبتي تحت ايد حد. يعني هي تقول لك ما ينفعش وانت تقول ينفع؟ هي خايفه وهتتدان. بس مظبطه لنا كل حاجه بره ومظبطه الكاشات. قلت ايه؟ برضه ما ينفعش، فيها مخاطرة، اسمع مني. يا عم اسمع كلام مين؟ خلصت الكلام، أنا كده كده طالع، جاي معايا ولا لأ؟
طب اسمع، انت خلصت الكلام، مش بوريكي هو اللي هيقعدك مع الناس هناك، خليه يسلك الحاجه ويجيبها هو. ما ينفعش عمليه زي دي، ما امنش حد غير نفسي. انا كده كده مسافر، طالع معايا ولا مش طالع يا صلاح؟ انا طول عمري في كتفك صح، بس انا بقى اليومين دول دماغي مش فايق. يعني ايه؟ يعني سيبني اطلع انت وخلينا ابقى انا عينك على السوق واللي داير فيه، وبرضه ما ينفعش اسيب ايه واحنا لسه في الاول. ما ينفعش اسيب ايه؟ ماشي يا صلاح، مش هوك، بس خلي قعده النسوان تنفعك. الله يا سيد، في ايه يا جدع؟ والنبي ما عارفه جرى لي ايه من يوم ما حبيت زي اخويا ما كنت اتصالحت على الدنيا، وعايز اخد منها كل فرحتها. نزلها سوا يا عمر، طالما معاكي الطيب ما تشيليش هم الدنيا دي خالص. يخليك لي يا رب. يا نهار ازرق يا جدعان، ده انا معايا احلى واحده في مصر. عارف يا حماده، احلى حاجه في حياتي قعدتنا مع بعض كده. طالما قلتي كده يبقى انت حاسه بالنار اللي جوايا وهتناوليني اللي انا عايزه. طبعا هحقق لك اللي انت عايزه، بس امسك نفسك، عندي كلمتين حلوين مش هتعرف تصلب طولك عليه. لا، ما دام كلمتين حلوين ومش هعرف اصلب طولي يبقى اتقالي مش هنا. امال فين يا اخويا؟ ما كفايك مصاريف بقى يا حماده. الغالي يرخص لك. بصي، غالي واد صاحبي شغال في فندق 5 نجوم، عينته في العيادة، هيظبط لنا كده اوضه قيمه 2 ساعة، نروح نقول الكلمتين بتوعنا، ولا من شاف ولا من دغري. قلت ايه؟ اوضتي 2 ساعة لمين؟ ليا انا. جرى يا ناصر، جرى ايه؟ انت هتعملي لي فيها بنت بموت ولا ايه؟ مش حال ما كنت مطلعه من ورا الخلق كله ولا حد يعرف عنك حاجه، وفي الاخر راجع لي بشحط طولك. يا لهوي، ويا واطي وسخ، يا ند يا جدعان. امال انت كنت مفكره ايه؟ هتجوزك واربي لك الشحط؟ انت اخرك يومين تعدلي مزاجه وخلصت. راجل ايه يا بنتي؟ ده ملوش في الرجوله اصلا. اه والله زي ما بقول لك كده، عندي حواديت يعني. بقول لك ايه، اوعى تكون بتكسفي الحاجات دي. معقوله حضرتك بتقول كلام خطير جدا؟ رجل اعمال كبير وطايل زيه ممكن يعني يأذي حضرتك؟ انت عبيطه ولا ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده يا رحاب؟ مين ده اللي يأذيني؟ وبعدين ده طايل على نفسه، سامر ده انا هفرتكه بس يقعد تحت ايدي. يا ابن اللعيبه، جامده قوي النمره دي، برافو عليك يا رحاب. بجد؟ عجبتك يا استاذ عادل؟ طبعا عجبتيني. الكلام ده لما يتذاع هيضيعه. البلد كلها تقعد تسمع الاستاذ المحلل المحترم وهو سافل وحقير كده. اه بس الله يخليك شيل صوتي من التسجيل، لحسن دي تبقى مصيبه لو معقول يعني. برضه معقول برضه يا رحاب، انت مصدري في السبق ده. وبعدين دي اصول الشغلانه، عيب لما تقولي لنا الكلام ده. سمعها يا ابني. عندي حواديت يعني. اوعى تكوني بتتكسفي من الحاجات دي. انت عبيطه؟ مين ده اللي يأذيني؟ طايل على نفسه يا ماما. تمام يا ستي، طمنتي؟ ميرسي يا استاذ عادل، انا ما اقصدش والله، بس يعني حضرتك عارف ان انا لسه قلقانه شويه. ولا تقلقي خالص، انا عايزك تطمني. وبعدين انت كتبتي اسمك بالجامد في الصحافه، واسمك هينور قريب ان شاء الله. يا رب. انا كنت خلاص رايحه اقول له ان سيد وافق. كنت مبتديه معه بالطيب وحلى ربنا، لكن هو كانت عينه على الحرام، يمكن لهفتي عليه هي اللي خلتني زغرت في نظره. بالراحة على نفسك يا اختي، عيطي عيطي يا نصرة، صرخي، خرجي كل اللي جواكي بدل ما يجرالك حاجة وتروحي مننا. أروح؟ أروح فين؟ أموت يعني؟ بعد الشر عليكي. شر عنك يا ميسا، أنا مت من زمان، بس كنت بوهم نفسي إني عايشة. ومادي يا نصرة، مش عيل وسخ زي ده هو اللي يكسرك، ده أنت برضك نصرة اللي شايلة حمل الدنيا كلها على كتافها،
لا وبتسد عمرها ما تتكسر. كسرت كسرت داري. ازاي يا نصرة؟ ازاي هم اللي يدوسوا علينا بالجامد واحنا اللي نتقهر ونتمنى التراب يتوينا؟ انت حبيتي حماده بجد؟ هو اللي ما استاهلش حبك يبقى هو اللي يتقهر مش انت يا اختي. انت فاكر كاني مقهوره عشاني؟ انا مقهوره عشان فتحت قلبي من تاني ضعفت صعبت عليا روحي اني عايشه من غير راجل يحن عليا ويطبطب. نصرة بنت جدالة اللي كانت بميت راجل بقت مراخرة ضعيفة بتضعف قدام لمسة ايد. خلاني كرهت كل اللي كنت بحلم بيه. خلاني حسيت اني صغيرة قدام نفسي. عيطي يا بنت عيطي واغسلي قلبك من سيرته. انا قريب هتنسي زي ما تعودنا ننسى. عارف يخليني احب ورحمه امي حبته بجد. حسبتك غلط يا روح امك. روح اظبطها بقى عشان على الحرام دي ما توفر عفتك يا طيب ما تحتاجها قدام. قبل ما تهب منك اسمع مني زي ما سمعت من اختك. طب انا هشهدك على روحك وانت اللي تحكم. يا ده انا كم مره اقول لك ابعد عن سكه اختي وانت ما تسمعش الكلام. كل مره تسمعني الامين وتلف من ورايا وترازيها. طب اعمل لك انا ايه؟ غلطان غلطان وراكبني حق اؤمر. يا ده انا اللي عاوز اختي مش بالسهل. لازم يستموت عليها مش يجيب ورا كده من اول ثغره. طب مش فاهم. انا فاهمك. نصرة دي اغلى حاجه عندي في الدنيا وعلى الحرام لو خيروني بين رقبتي وبين سعادة لا هشاور على سعادة. وده اللي خلاني ارضى بيه. بس اسمع انا رضيت بيك عشان هي اللي عايزاك مش عشان انا اللي عايزك ولا انت تستاهلها. حبيبي يا ابوخ. طب اسمع بقى الكلمتين اللي جايين دول وعقلهم كويس يا حماده. لو شيطانك وزك وفكرت تضايقها ولا تمس شعره منها لا هتفنك تحتيها. انت فاهم ولا لا؟ فاهم. ماشي يا ابو ناسب. خير يا بوشي. خير يا روحي. هي الستار بتاعتنا بقت مشغوله قوي كده ولا ايه؟ شكلي قلقتك بتليفوني صح؟ لا ابدا بس كنت لسه في المحطه وكان عندي شويه حاجات بعملها. لو كنت عارفه كنت كلمتك في التليفون وخلاص. ولو ان الكلام ده يعني ما ينفعش يتقال في التليفون. انت دلوقتي نجمه مشهوره وممكن قوي تليفونك يكون متراقب. انا مش فاهمه حاجه وانت كلمتيني ليه؟ مشوار صغير زي بتاع المرة اللي فاتت بس المرة دي في السريع. مقابلة ترحيب بحد مهم يعني 3-4 ساعات مش أكتر. لا ساعات ولا ثواني. انسي الحكاية دي خالص. يعني ايه؟ يعني اللي ليكي عندي خدتي قصاده واكتر كمان وشيليني بقى من دماغك ويبقى كده انتهينا. لا يا حبيبتي انا مفيش حاجة خالص بتنتهي عندي وانا اوردرات تاني ومش هروح. واعملي اللي عندك. فوقي لنفسك فوقي لنفسك يا حبيبتي وافتكري انتي كنتي ايه اصلا. اللي بقولك عليه هتعمليه وهتعمليه بمزاجك. ولو ما عملتوش تبقي انتي اللي اخترتي وهتشوفي قصاد كل ساعه حلوه عشتيها يوم اسود لحد ما تبقي عبره لغيرك. أمك فين يا رب؟ نايمة جوه، تعبت شوية وخلي أحمد يديها إبرة عشان تعديها. نصرة، أنت نايمة؟ ماشي
جاي بس اقول لك ان انا مسافر وما انش عليا امشي قبل ما افرحك. انت عارفه يا بنت طول عمري بحلم باليوم. داخل عليك فستان الفرح وانت تشوفيه فرحتك وتبقى ساعك وتجري تشعلها في رقبتي. انا كنت جاي ونفسي اشوفه عليك بس معلش تتعوض. طب واللي خلق الخلق اول ما هرجع لعامل لك فرح الدنيا كلها تحكي وتضحك عنه. انت بس اتعبي وخلي بالك من نفسك من الوضع. صحيح مسافر يا خال؟ اه مسافر. في ايه؟ تعمل بزع العيال الصغيرين وتشعبط في دراعي تقول لي خدني معاك؟ انا راجل يا خال. بعدين ما ينفعش تسيب امي بطولها. ما بقاش انت وانا. ولا يا سيد المعلمين؟ اه يا سيد المعلمين. اسمع يا سيد، انا لو غبت وما رجعتش خلي بالك من امك ومن اخواتك. عايزك جدع وصالة طولك كده. انت رايح فين يابا؟ اسمع يابا، انا عايزك تخلي بالك من البيت ده. عايزك تخلي بالك من امك وخالاتك. عايزك كده تشد حيلك وتوصل طولك زي الرجاله. لما ابويا ساب لي حمل البيت ده على كتافي كل الناس خوفتني. قالوا لي شيل عليك تقيله يا سيد خلينا نشيل معاك. قلت لهم لا، الليله دي بتاعتي لوحدي ومحدش هيحاج على اخواتي غير دراعي. ساعتها نسيت ان انا عيل صغير. عضيت في الارض طفحت الدم عشان ما فيش حد فيهم يحس ان ابوهم راح. احمد ده كان ممكن يبقى اي حاجه. والبنات دي كانت ممكن تتعلم ما تتعلمش، محدش كان هيحاسبني ولا يقول لي تلت التلاته كام. بس دايما نصيحه ابويا كانت بترن في وداني. احمد لازم يبقى دكتور والبنات دي لازم تاخد شهاداتها. امي. امك دي بقى كانت الحنيه كلها. دي اللي كانت بتطبطب وتداول لحد ما طلعتنا كلنا رجاله واقفين على رجلينا. اي حد يا عمر ممكن يفتح بيت بس اللي يقفل بابه على اللي جواه ويخليهم مطمنين هو ده اللي يبقى راجل، وراجل بجد كمان. ما تخافش يا خال، انا راجل ومعايا دراعي. لا، دماغك ياض قبل دراعك، ولما تغلب في الاخر تستخدم دراعك. واسمع، اوعى تيجي على حد ولا تظلم حد غير اللي يظلمك ويجي عليك. مفهوم ياض؟ شكلك قطار في السفرية دي يا خي. وحشتيني. وانت كمان وحشتني والنعم. خاف عم كامل يشوفني لوحدنا هنا، ينقرزني بالكلام. هو ده محل لبس برضه ولا ايه؟ ما ينفعش يعني يبقى زبون اجي اشتري اي حاجه؟ ده انت احلى زبون والنعم. ايه يا احمد في ايه؟ طب ما تيجي نطلع فوق. نطلع فوق فين؟ انت جننت يا احمد؟ واسيب الشغل لمين؟ الله الله الله، انتوا بتعملوا في المحل بتاعي؟ انتوا بتنكسوا المحل؟ ايه هوريك يا بنت؟ انت احترم نفسك يا عم. انا احترم نفسي؟ انا هفضحك يا عم فاكر ايه؟ يا عم عبد الله، يا ناس تعالوا الحقونا يا كلاشة. شوفوا الدكتور بيعمل ايه مع بنتك في المحل؟ بيعمل ايه وسخ للمحل؟ 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 ايه اللي حصل؟ في حاجة حصل بينك وبين بنتي دي؟ ما حصلش حاجة والله. بس يا بنت ما اسمهاش بنت عم فكرة. بطلت تبقى مراتي. ايوه مراتي. وادي القسيمة اهي. ها؟ حد عايز حاجة؟
الحرام. اه يا ابن الحرام. اه يا ابن الحرام.